اخبار باشمهندسين عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ حد راجع المحاضرة اللي فاتت بتاعت الـ Earned Value وحاول يطبق الموضوع كده هو مع نفسه؟ ممتاز مهندس وليد، ممتاز. مهندس وليد ومهندس منسى، بس هم ال ايرنت فاليو، الباقي فين؟ مش مهندسين. طيب ممتاز، حد عنده أي استفسار ولا أي سؤال بالنسبة للإيرنت فاليو؟ مهندس يسري، دبليو بي اس، وضح أكتر سؤالك لو سمحت. انا معلش بس اسف، في بعض الناس بعتوا لي اسئله منهم المهندس وليد، وانا بصراحه غصب عني يعني ما لقيتش وقت خالص ان انا ارد عليهم يعني، فان شاء الله هنحاول نرد على جميع الاسئله اللي سالني اي سؤال وانا ما ردتش عليه، فياريت حضراتكم تسالوه هنا ان شاء الله هنرد عليه مع بعض. باشمهندس، بالنسبه للساك والسداك، ده السكيدول ات كومبليشن والسكيدول دلي ات كومبليشن، ده هيطلع من التواريخ يا باشمهندس، مش هتلاقي حاجه بالمسمى دوت خلاص عند حضرتك في البرنامج البريمافيرا، لكن هتلاقيهم بالتواريخ، هتطلع حضرتك الفينش ديت بتاع البيز لاين او الفارينس بتاع ما بين الفينش ديت ما بين البيز لاين والاكشوال، هيطلع لك الفرق دوت. واضحه النقطه؟ مش هتلاقي المسميات زي ما هي موجوده كده، هو دي اختصارات احنا عاملينها. ليه دايما الأنشطة اللي بعد تاريخ التحديث؟ حضرتك أنا هشرح جزء من كبير جدا من الموضوع ده النهارده، فحضرتك لازم تتأكد أولا اللي بعد تاريخ التحديث حضرتك الداتا دي اتعدى عليها ولا ما عداش عليها؟ لو ما عداش عليها لازم تبقى صفر. وهنوضح الكلام ده مع بعض النهارده. هنوضحها مهندس وليد. حد عنده أي استفسار تاني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. هو انا في نقطه محاضره النهارده مهندس وليد مرتبطه تماما 100% بمحاضره المره اللي فاتت، وكان سؤال انا كنت عايزكم بس تخلصوا اسئله، علشان انا كنت هسال سؤال لحضراتكم اللي فهم 100% الايرنت فاليو المره اللي فاتت، يعني كان سؤال منطقي جدا كان المفروض اي حد يساله لي، ازاي البرنامج حصل حسب البلاند فاليو والايرنت فاليو،
يعني الاكشوال كوست احنا دخلناها له، واحنا اتفقنا ان احنا دخلناها له. طيب البلاند فاليو البرنامج حسبها ازاي؟ والايرند فاليو البرنامج حسبها ازاي؟ حد عنده فكرة يقدر يقول لي؟ مهندس عماد، المحاضرات كلها موجودة على الشانل بتاعت الأكاديمية، ولو المهندس سعيد ربنا يكرمه كده هو ينزل لنا الرابط تاني بتاع البلاي ليست. شكرا مهندس سعيد. رديت على السؤال بس معلش كنت بعمل شير للسكرين فما خدتش بالي من الاجابات. مهندس يسري بيقول ان الايرنت فاليو بيساوي البرسنتج بتاعه البرفورمانس في الباك. طيب مهندس يسري مظبوط. لا انت لخبطت ليه؟ الايرنت فاليو برفورمانس في باك مظبوط مش سكيدجول. الاكشوال كوست سكيدجول في البلاند. البلاند سكيدجول في الباك مظبوط. الصوت تمام يا جماعه ولا في مشكله؟ الشير سكرين واضح مع الناس؟ الحمد لله. طيب هنبتدي النهاردة مع بعض. فأنا لا مهندس عماد مش واقفة، الناس كلها شايفة الشير، شايفين شاشتي، برنامج البرمافيرا شغال تمام مفيش مشاكل. واضح عند الناس؟ نبتدي مع بعض. احنا طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت على الايرنت فاليو، ازاي قدرنا نحسبها بالحسابات، ووضحنا مع بعض ازاي طريقه حسابها، ووضحنا مع بعض ازاي نطلع البلاند فاليو والاكشوال كوست والايرنت فاليو على برنامج البرمافيرا. لكن احنا فوتنا جزء مهم جدا خلاص، اللي هو ازاي البرنامج حسب الجزء بتاع البلاند فاليو وازاي حسب القيمه بتاعه الايرنت فاليو. علشان احنا نقدر نفهم الكلام ده كويس، بان حاجه مهمه جدا جدا في البرنامج البرسنتج كومبليت. فانا هشغل البرزنتيشن بس من عندي على اللابتوب، مش عايز اشغله لان في حاجات ما اشتغلتش فيه لما رفعته على الكلاس هنا اهوت. فانا مش عارف، انا هعمل بس اشغل برزنتيشن وشوفوا كده شايفين ولا لا كويس. وبعد كده هرجع لكم بعد كل شويه، هنفصل ونرجع نشوف الناس. واضحه الشاشه بتاعت البرزنتيشن عندكم كويس؟ طيب جميل، انا هشرح شويه عشان مش هبقى شايف الشات طبعا، فاستحملوني شويه كده اخلص جزء جزء وبعدين افتح البرنامج ونطبقه، واللي عنده سؤال يسأل فيه. اوكي فاحنا النهارده هنتكلم على الموضوع بتاع البرسنتج كومبليت. عندنا في برنامج البريمافيرا خلاص الاوتبوت بتاع البرسنتج او النسب المئويه
يقارن بيها دايما البلاند عندي بالاكشوال، خلاص النسب دي متعدده جدا، بتوصل لتقريبا ل 17 نسبه لازم حضرتك تبقى اوير بيهم او عارفهم هم ايه، علشان لما تيجي تعمل الريبورت بتاعك تبقى عارف حضرتك انت بتحط ايه في الريبورت، وتبقى عارف حضرتك لما تعمل تراكنج للمشروع بتاعك تبقى عارف حضرتك النسب دي بتمثل ايه بالظبط. خلاص النسب دي مقسومه عندنا لحاجتين مهمين جدا، حاجه نسب بتطلع لي البلاند بروجرس المفروض انا كنت اعمله، يعني حضرتك بعد ما مشيت في المشروع بتوصل لفتره انت المفروض كنت تطبق برسنتج معينه في الفتره دي، خلاص، والبلاند بروجرس ديت بتمثل عندي في البرنامج البريمافيرا بحاجه اسمها السكادجول برسنتج كومبليت، خلاص، ولازم تبقى فاكرها تماما. على الجانب الاخر انا عندي الاكشوال بروجرس او اللي هو التطبيق الفعلي للبرنامج اللي انا ماشي عليه، وده بيطلع عندي بالبرفورمانس برسنتج كومبليت. يبقى انا عندي بلان اللي كان المفروض امشي عليها تبع البلان او البيز لاين اللي انا حطيته، وعندي اكشوال اللي حصل بالفعل عندي في الموقع دوت، بيطلع البلان بيطلع لي السكيدجول اللي بيطلع هولي السكيدجول برسنتج كومبليت، واللي بيحصل بروجرس البرفورمانس برسنتج كومبليت. طيب هنمسك واحد واحد كده اهوت ونشوف بيتحسب ازاي. اول حاجه عندنا البلاند بروجرس، والبلاند بروجرس دي قلنا ان هي بتتحسب بالسكيدجول برسنتج كومبليت، وهي الوحيده البرسنتج كومبليت اللي بتطلع لنا البلاند بتاعنا. خلاص لو جينا قلنا السكيدجول برسنتج كومبليت، لازم تبقى حضرتك عارف اولا ان لما يجي برنامج البريمافيرا بيحسب، برنامج البريمافيرا بيحسب على كذا مستوى، اول مستوى هو مستوى الاكتيفيتي، خلاص، بعد كده حضرتك الاكتيفيتي دي متجمعه معاك في دبليو بي اس، بيحسب حسابات اخرى للدبليو بي اس، الدبليو بي اس دول متجمعين وعاطين لك البروجكت بتاعك، خلاص، بيحسب حسابات اخرى للبروجكت. فاحنا عندنا طريقه حساب للسكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي تفرق جدا على مستوى الدبليو بي اس، فحاول تركز، خلاص، ونشوف مع بعض ازاي بتتحسب هنا وازاي بتتحسب هنا. لو اتكلمنا دلوقتي على مستوى الاكتيفيتي، انا بتكلم على اكتيفيتي واحد هو هيحسب لي عليه السكيدجول برسنتج كومبليت، لازم تبقى حضرتك فاهم كويس جدا ان السكيدجول برسنتج كومبليت بيتعامل مع البلاند بروجرس، ملوش اي علاقه بالاكشوال بروجرس، اوكي؟ رقم اتنين انه بيتعامل مع البروجكت بيز لاين ديتس، بيتعامل بتواريخ، فلازم حضرتك تبقى عامل بيز لاين للمشروع، تبقى عامل اساين للبيز لاين، تاخد بالك ان مش الكرنت بروجكت هو البيز لاين، لا حضرتك عامل اساين للخطه الرئيسيه بتاعتك على المشروع، خلاص؟ تالت حاجة بيتعامل معاها، بيتعامل مع الداتا دي، يبقى هم دول الثلاث فروقات اللي هيدوني النسبة بتاعة البرسنتج كومبليت، وزي ما قلنا ملهوش أي علاقة بالكرنت سكيدجول، خلاص، أو الأكشوال سكيدجول اللي حضرتك بتدخله. يعني معنى الكلام دوت لو عملنا اتنين اكتيفيتي بالمنظر ده قدامنا، اكتيفيتي عفوا واحد اكتيفيتي البيز لاين بتاعي كان في الفترة ديت، والاكشوال اتأخر عندي، والداتا دي جاي لي في المكان ده بالظبط، السكيدجول برسنتج كومبليت بتساوي A على B. A ديت اللي هي الاكشوال ديوريشن بتاعتي على البيز لاين ديوريشن، خلاص، يبقى دايما هو بيحسب السكيدجول برسنتج كومبليت بناء على الاكتيفيتي من البيز لاين، ملوش اي علاقه بالكرنت سكيدجول، حتى لو السكيدجول بتاعي متاخر او متقدم، انا عندي السكيدجول برسنتج كومبليت بياخد المسافه الاكشوال اللي هي الاي ديت الاكشوال اللي فعلا حصلت اللي من الستارت بتاع البيز لاين للداتا ديت، وبيقسمه على الديوريشن بتاعت البيز لاين. طيب عشان نوضح الكلام ده اكتر، يعني لو الداتا دي بتاعي قبل البيز لاين بتاع الاكتيفيتي دايما هيكون السكيدجول برسنتج كومبليت بصفر، لو الداتا دي بتاعي قاطع الاكتيفيتي في السنتر، خلاص، بناخد الاكشوال ديت وبنقسمه على البيز لاين ديوريشن بيطلع لنا البرسنتج كومبليت بتاعتي،
لو الداتا دي بتاعي معدي البيز لاين خلاص اوريدي الرقمين على بعض هيدونا ال 100% السكيدجول برسنتج كومبليت. تمام؟ طيب لما نيجي نتكلم الكلام دوت نطبقه لمعادله، المعادله ديت اللي مذكوره في المانيوال بتاع برنامج البريمافيرا بي 6 بيقول لك ان السكيدجول برسنتج كومبليت انا بحسب الداتا ديت ماينس البيز لاين ستارت وبقسمه على البيز لاين فينيش ماينس البيز لاين ستارت. البيز لاين فينيش ماينس البيز لاين ستارت ده اللي بيمثل البيز لاين ديوريشن، ده مده البيز لاين اللي عندي. هو هنا هو اتخد من الداتا ديت ماينس البيز لاين ستارت، يعني خد الاكشوال ديوريشن، الاكشوال ديوريشن بتاعه الاكتيفيتي ديت عفوا من الداتا ديت للبيز لاين ستارت، وقسم اللي هو اللي احنا هنقول عليها الاي ديت قسمها على البيز لاين ديوريشن. خلاص، والكلام دوت بنذكر تاني على مستوى الاكتيفيتي، في الاكتيفيتي بس، يعني طول ما الداتا ديت بيتحرك معانا على الاكتيفيتي على البيز لاين بتاعنا بيزود النسبه بتاعه السكادجول برسنتج كومبليت، وبعد ما بيعديها بيفضل 100%. اوكي، طيب بالنسبه للدبليو بي اس هيحسب السكادجول برسنتج كومبليت بالنسبه للدبليو بي اس ازاي؟ اول حاجه لازم حضرتك تبقى عارفها انه بيتعامل برضو مع البلاند بروجريس، خلاص ملوش اي دعوه بالاكشوال، وبيتعامل مع البروجكت بيز لاين في الكوست، خلاص في الكوست، التاني كان في الديتس في التواريخ، هنا في التكلفه، وبيتعامل مع الداتا ديت، هما دول الثلاث عوامل اللي هيأثروا لي على قيمه السكيدجول برسنتج كومبليت، خلاص وملوش اي علاقه بالبرسنتج كومبليت السكيدجول برسنتج كومبليت بتاعت الاكتيفيتي. جميل؟ تاني ملوش اي علاقه بالبرسنتج كومبليت بتاعت الاكتيفيتي. يعني لو عندي انا المثال دوت قدام حضراتكم، عندي دبليو بي اس هنا هو تحت الدبليو بي اس دوت عندي اكتيفيتي 1 واكتيفيتي 2 ومعمول لهم اساين ومعمول لهم كوست لودد، متحمل على الاكتيفيتي ايه في اول يوم 80 دولار، في ثاني يوم 40 20 10 وكذلك الاكتيفيتي 2، بيبتدي الكوست دوت بيروح عندي اوتوماتيك على بيتجمع ويروح على الدبليو بي اس، يبقى هو ده الكوست بتاع الدبليو بي اس خلاص، ويطلع لي الباك او البادجت ات كومبليشن بتاع الدبليو بي اس هو مجموع الكوستات اللي متاساين اللي معمول لها اساين عليه، وهي مجموع الكوست برضو بتاعت الاثنين اكتيفيتي اللي تحت اللي في المثال بتاعنا دول هيبقوا 270 دولار. جميل؟ طيب بناء على الكلام دوت المعادله اللي بنحسب بيها السكادجول برسنتج كومبليت على مستوى الدبليو بي اس بناخدها بالبلاند فاليو على البادجت ات كومبليشن للدبليو بي اس، يبقى هنا المعادله تماما اتغيرت، المعادله شغاله على الكوست بس ملهاش دعوه بالتواريخ. خلاص، ودي المعادله اللي احنا بنطبقها على الدبليو بي اس اليمنت. يعني معنى كده هو طول ما الاكتيفيتي اللي تحت شغاله ممكن تديني نسب غير النسب اللي طالعه عندي في البرسنتج كومبليت اللي فوق، لان بالنسبه للسكيدجول برسنتج كومبليت قلنا ان هو بيحسب دايما البلاند فاليو، انا لو وقفت الداتا ديت عندي بعد اول يوم البلاند فاليو 80 بيقسم على 270 الدبليو بي اس ويطلع لي بناء عليها السكيدجول برسنتج كومبليت. خلاص، ودايما فاليو قلنا ان هي budgeted cost of work schedule، يعني القيمه الماديه للشغل اللي حضرتك عامل له سكادجول او عامل له بلان في الاول. يعني بعد اول يوم القيمه كانت المفروض 70، ثاني يوم ال 70 وال 80 عفوا ال 70 وال 80 150 في ثاني يوم، دي بلاند فاليو بيقسمها على القيمه الكليه للنشاط، ولو قسم ال 150 على 270 بيطلع لي النسبه بتاعتي بتاعت السكادجول برسنتج كومبليت. وقلنا برضو ان الباك او البادجت ات كومبليشن ده بيساوي التوتال بيز لاين كوست على البيز لاين، احنا كل كلامنا على البيز لاين. تمام، وضحت الفكره كده اهوت. يبقى احنا قلنا ان السكادجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي بيتحسب بالطريقه اللي احنا ذكرناها، انه بياخد الداتا ديت وبيطرح منه
البيز لاين ستارت ديت، وبيقسم الكلام دوت على الديوريشن بتاعه البيز لاين. يبقى في الحاله الاولى في الاكتيفيتي احنا خدنا الديتس بتاعه البيز لاين، اما على مستوى الدبليو بي اس، وده يشمل مستوى الدبليو بي اس ويشمل البروجكت بتاعك. لا، طريقه الحساب مختلفه، بياخد دايما البلاند فاليو على البادجت ات كومبليشن. طيب عشان نلخص الموضوع دوت، تاني نقول الكلام دوت، ان لو انا عندي اكتيفيتي ايه خلاص، واكتيفيتي 1 واكتيفيتي 2، ممكن الاكتيفيتي دول يدونا قيم هنا هوت بالنسبه للسكيدجول برسنتج كومبليت مختلفه تماما عن القيمه اللي بتطلع عندي في السكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الدبليو بي اس. فهو ده السبب ان ممكن القيم عندك ان هو تبقى مثلا قيم وانت متوقع انها تطلع المتوسط فوق. فهو ده طريقه الحساب بتاعه البرنامج بالنسبه للسكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى، والسكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الدبليو بي اس. طيب الناس متابعه كده هوت ولا ايه؟ جميل. في اي سؤال ولا اي حاجه في الجزء اللي انا، يعني احنا عايزين نتفق على حاجه خلاص، اللي انا بديهولك دلوقتي وبدي لك طريقه حسابه، دي قوانين ثابته في البرنامج، يعني ما حدش يسال هو ليه كده خلاص، هي القوانين كده ودي قوانين البرنامج خلاص. حضرتك لو فتحت المانيوال وشفت البرزنتيش كومبليت دي بتحسب ازاي، القوانين اللي انا حاططها لك في البرزنتيشن ديت هو بيعرضها في المانيوال بتاعه. واضحة النقطة؟ أنت حضرتك لازم تبقى بس عارف إن حضرتك لما تستعمل من ساعة، مش فاهم قصد حضرتك بالظبط. ايوه يا مهندس ايزي، البرنامج كله، البرنامج هو اللي بيحسب الكلام ده، بس لازم تبقى حضرتك اوير، او حضرتك عارف ايه، حضرتك عارف ان النسبه البلاند اللي انا عايز اطلعها بطلعها من السكيدجول برسنتج كومبليت خلاص. السكيدجول برسنتج كومبليت ده طلع عندي رقم، انا لازم ابقى عارف الرقم ده طلع عندي منين خلاص. برضو حضرتك لازم تبقى عارف بتتحسب ازاي على مستوى الاكتيفيتي، وبتتحسب ازاي على مستوى الدبليو بي اس، علشان حضرتك لو شغال استشاري والمقاول جاب لك البرنامج، تقدر حضرتك تتابع، تقدر حضرتك تفهم القيم دي عباره عن ايه. لو حضرتك شغال مقاول، تعرف حضرتك ايه النسب اللي المفروض تحطها عندك في الريبورت، علشان كده الموضوع لازم تبقى حضرتك عارفه، وعارف النسب دي بتتحسب ازاي، وعارفها هي ليه. The progress on activity level based on time. مش فاهم قصدك برضه يا مهندس علي، يعني مش فاهم حضرتك تقصد ايه. اللي انا بقوله لك دوت ده طريقة حساب السكادجول برسنتج كومبليت بتاعة البرنامج خلاص. يعني مش عارف، the progress on activity level based on time from the start of the activity not distribution baseline. لا، السكادجول برسنتج كومبليت بيتحسب من البيز لاين اللي انت حضرتك عامل له اساين على البرنامج بتاعك، فلازم حضرتك تاخد بالك من النقطة دي. هياخدوا في الاعتبار يا مهندس علي في التجميع، يا اما الرول اب بتاع الدبليو بي اس او بتاع البروجكت. انت بتتكلم على مستوى الاكتيفيتي، ما بيبصش على الكوست خالص لما يجي يحسب السكيدجول برسنتج كومبليت. تمام معايا؟
تاني البرسنتج السكيدجول برسنتج كومبليت، اوكي، بتتحسب بطريقه على مستوى الاكتيفيتي وبتتحسب بطريقه اخرى على مستوى الدبليو بي اس. انا هديك مثال دلوقتي وهنشرح المثال مع بعض، بس ركز شويه في الكلام اللي انا بقوله. على مستوى الاكتيفيتي بيحسبها دايما من البيز لاين ديتس، بياخد التواريخ وبياخد علاقتها التواريخ البدايه والنهايه بتاعت البيز لاين من داتا ديت، وبيحسب بناء على المعادله اللي احنا وضحناها لحضراتكم البرسنتج كومبليت السكادجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي. لو حضرتك طلعت على مستوى الدبليو بي اس او مستوى البروجكت بياخد الكوست البيز لاين كوست مع الداتا ديت، تمام؟ وهنوضح الكلام ده مع بعض دلوقتي على مثال وحضرتك وتابعوا معايا. خلاص نكمل كلامنا، تمام كده؟ الناس عندها اي استفسار تاني على موضوع السكيدجول برسنتج كومبليت؟ تمام منصور، تمام. نرجع تاني لموضوعنا. طيب الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي بيجي سؤال مشهور جدا 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 وكتير جدا جدا جدا، بيقول لك انا عندي السكيدجول بتاعي بعد ما عملت ران للمشروع بتاعي طالع عندي سكيدجول برسنتج كومبليت على الاكتيفيتي، معقوله جدا ومنطقيه جدا جدا، بس لما ببص على السكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الدبليو بي اس او على مستوى البروجكت بتاعي بلاقيها زيرو. ليه؟ الاجابه على السؤال دوت لان حضرتك لو فاهم كويس هو بيحسب السكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي ازاي وعلى مستوى الدبليو بي اس ازاي، هتقدر تجاوب على السؤال ده بمنتهى البساطه. اول ما حد قال ده قول له ان حضرتك مش عامل كوست لودد على المشروع بتاعك، يعني انت عامل مشروع بالتايم بس ومش محمل عليه كوست، علشان كده الكوست عند البرنامج بصفر. لما بيجي يقسم البلاند فاليو على بادجت ات كومبليشن ما بيلاقيش قيم عنده، فبيطلع عنده السكيدجول برسنتج كومبليت بصفر. فعشان تعرف حضرتك للاكتيفيتي مره ثانيه بياخد الداتا ديت ويقارنه بالبيز لاين ديتس، وعلى مستوى الدبليو بي اتس بياخد البيز لاين كوست وبياخد في حسابه برضو الكيرفات. يعني حضرتك لو مش موزع الكوست يونيفورم وموزع الكوست بالكيرفات هياخد القيم ديت على نفس مستوى الدي ويرفعها على مستوى الدبليو بي اس ويقارنها برضو بالداتا ديت والبادجت ات كومبليشن بتاعه الدبليو بي اس. طيب عشان نشوف مثال على الكلام دوت، عملت مثال كده هو بسيط على برنامج البرنافيرا. خلاص البرنامج زيرو مش شغال ران خالص، متحمل عليه تاليف خلاص ومعمول له بيز لاين، والبيز لاين معمول له اساين على الاكتيفيتي، والكوست بتاعنا هنا هو في اكتيفيتي متوزعه يونيفورم وفي اكتيفيتي مستخدمه كيرف عليها توزيعها مش يونيفورم، وزي ما قلنا ان البيز لاين معمول له اساين على الاكتيفيتي. خلاص جيت انا عندي هنا هو الداتا ديت بتاعي على اول يوم الماندي، انا هرحله يومين، يعني هحرك الداتا ديت بتاعي 1 داي خلاص، ومش هدخل اي اكشوال عندي، انا نو اكشوال انتر، انا ما دخلتش الاكشوال عندي. هيطلع عندي البرنامج بالمنظر ده، القيم البيز لاين ثابته في مكانها، الداتا ديت اتحرك سحب معاه البرنامج الاصلي على قدام لانه كله متاخر ومش داخل له اي اكشوال خلاص، لكن البرنامج هنا ابتدى يديني قيم في السكيدجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي وعلى مستوى الدبليو بي اس. طيب لو جينا بصينا مثلا على اكتيفيتي زي الاكتيفيتي 4 اللي عندنا، البرنامج حسب لنا السكيدجول برسنتج كومبليت ب 50%. معنى ال 50% دي جابها ازاي تاني هنراجعها؟ قلنا ان هو بياخد الداتا ديت ماينس البيز لاين ستارت على البيز لاين فينيش ماينس البيز لاين ستارت اللي هو البيز لاين ديوريشن. فالبيز لاين ديوريشن عندي هنا 1 2 3 4 ايام، عدينا يومين قسمهم على الاربعه عطانا ال 50% بالنسبه لمستوى الاكتيفيتي. احنا هنا بنحسب على الاكتيفيتي خلاص. وتاني المعادله ان السكادجول برسنتج كومبليت بياخد البيز لاين ديتس، بيقارن بالتواريخ بتاعت البيز لاين بالنسبه للداتا دي بتاعته، جميل، على مستوى الاكتيفيتي. طيب لو جينا بصينا على مستوى الدبليو بي اس اللي عندي وليكن اللي هي اي 2،
حاطين هنا البلاند فاليو 240 خلاص، والبادجت ات كومبليشن 400. طبعا البرنامج مجمعهم على طول على حسب التوزيع اللي عندي على الاكتيفيتي اللي تحتها، فعلى طول السكيدجول برسنتج كومبليت بطلعه بان انا بقسم البلاند فاليو على البادجت ات كومبليشن، بيطلع لي 60% بتاعت النسبه بتاعت السكيدجول برسنتج كومبليت بتاع الدبليو بي اس. اوكي، ولو حضرتك فتحت الاكتيفيتي يوزج بروفايل او الاكتيفيتي يوزج سبريد شيت خلاص، وفتحت الكوميوليتيف بلاند فاليو خلاص، الكوميوليتيف التراكمي، هتلاحظ عندك ان هو التوزيع التراكمي على الايام بالنسبه للكوست اللي على الدبليو بي اس اللي هو E2. فلو بصينا عندنا الدبليو بي اس E2 اهو بيبتدي معانا من هنا، هو عليه اكتيفيتي جزء داخل في الاكتيفيتي من البيز لاين، فمحمل عليه ال 240، وال 240 ماشي لحد ما زاد عندنا ال 80 مع ال 240 اعطانا 320، و 320 ماشيه لحد نهايه الدبليو بي اس البادجت ات كومبليشن اللي هو 400، ده ثابت. ال 80 الثانيه زودت على ال 240 وصلت لنا لل 160 عفوا على 240 اعطانا 400 خلاص. فلو بصينا على الاكتيفيتي 6 زي ما بقول، قلنا ان الاكتيفيتي 6 ديت حضرتك فيها هي ساتردي وساندي الاثنين دول اجازه، وعليها فعندها هنا هو ال 80 دولار، وعندها في اليوم الاخير 80 دولار، فالكوميوليتيف بتاعنا اول يوم 80 ماشي 80 80 80، وزاد ال 80 دولار تاني في الماندي لان قلنا الساتردي والساندي اجازه خلاص، فحطيني هنا ال 160، وهي دي سبب التجميع اللي حضرتك شفتها بالمنظر ده قدام خلاص. وقلنا ان للبيز لاين هنا هو البلاند فاليو عندك هنا ثابته هي ال 240، لكن البادجت ات كومبليشن اللي احنا طلعناه ال 400 خلاص. لو بصينا على الاكتيفيتي 7 خلاص، الاكتيفيتي 7 بتاعنا واخده ات ستارت ريسورس كيرف خلاص، وهو ده اللي عفوا هو ده اللي مطلع معانا القيم بالمنظر ده كده هو. فلازم حضرتك عشان تتابع القيم، لو حضرتك عامل اساين لذات معينه لازم حضرتك تبقى فاتحها وشايف هو بيجمع ازاي وهو حاسب الكلام ده ازاي. احنا بنتكلم على بلاند فاليو اللي هي مخطط لها على البيز لاين بتاعك. جميل؟ طيب لو احنا برضو النشاط الدبليو بي اس عندنا اللي كانت طالعه 60%، لو حضرتك حركت الداتا دي كمان لليوم السادس من بدايه المشروع، هتلاحظ حضرتك ان بدل ال 240 كان عندنا هنا هو الاول 240، بقت القيمه زادت ال 80 بتاع الاكتيفيتي الاي 7 اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وصلت للقيمه النهائيه اللي هي 320، دي بلاند فاليو عند الداتا ديت، البلاند فاليو عند الداتا ديت اللي احنا واقفين عنده. فبيقسم البلاند فاليو 320 على البادجت ات كومبليشن ثابت ما اتغيرش عندي 400، فغير لي البرسنتج كومبليت بتاعت الدبليو بي اس خلاها 80%. طيب افصل بس شويه واشوف الناس كده وصل معاها المثال في اي مشاكل فيه. باشمهندسين معايا؟ لا الكوست مش باك لود يا باشمهندس، باشمهندس مصطفى الكوست مش باك لود. انا اللي ظهرته حضرتك انا ظاهر الكوميوليتيف، فالكوميوليتيف بيبان عندك ان انت لو عملت اساين لكوست مثلا 80 دلوقتي زي اللي احنا شرحناه في الاخر، ال 80 ده بيفضل ماشي عندك لحد ما حضرتك بتزود رقم تاني بيطلع معاك ال 80 دوت يعلى الرقم اللي بعده، كوميوليتيف تجميعي يعني. تمام؟ طيب عفوا انا فكرت كنت بتتكلم على اللي احنا بنشرح فيه. طيب نكمل كلامنا في نقطة برضو مرتبطة بالموضوع دوت ظريفة جدا خلاص، وهي زي ما بنسميها كده تريكي سيناريو ممكن يجي لك حضرتك وتشوفه خلاص. المنظر ده طالع عن الاكتيفيتي ايه، انت جاي لك حضرتك سكادجول بالمنظر ده، وعطي لك الاكتيفيتي ايه واخده سكادجول برسنتج كومبليت رقم، الاكتيفيتي اي 2 واخده رقم، الاكتيفيتي 3 لسه الداتا ديت ما عداش عليها مش واخده رقم، وكلها متحمله كوست، وبالرغم من كده واخده زيرو. تاني
الدبليو بي اس ديت تحتها 3 اكتيفيتي فقط لا غير. الثلاثه اكتيفيتي دول معمول لهم اساين لبوست، بوست موجود عندي في التوتال، البرسنتج كومبليت بتاعت السكادجول جايه لي ومنطقيه جدا، يعني الاكتيفيتي اي 2 اهو في النص تقريبا، عدد الايام اللي هنا قد عدد الايام اللي هنا 2 2 50%، وكذلك الاكتيفيتي اي 1. وبالرغم من كده عاطي لي في الدبليو بي اس السكادجول برسنتج كومبليت زيرو. حد يقدر يقول لي المشكله دي جت منين؟ حد مركز معايا؟ ممتاز ممتاز. لازم حضرتك تاخد بالك جدا، المهندس مصطفى جاوب اجابه ممتازه، الكوست لودد ات كيرف ومعمول لها اساين باك لودد. خلاص لازم حضرتك تبقى واخد بالك تماما انت ايه الداتا اللي عندك. خلاص زي ما قلنا ان موجود عندك كوست، موجود عندك سكادجول برسنتج كومبليت على الاكتيفيتي، الدبليو بي اس لسه طالع عندك بصفر، يبقى اعرف حضرتك ان في كيرف معمول اساين على الريسورس بتاعتك او ان الكوست بتاعتك مش متوزعه يونيفورم. خلاص والكلام دوت لو فتحنا تاني الكوميوليتيف بتاعنا هنشوف ان الداتا ديت واقف والكوست عندي مرميه في اخر النشاط او مرميه في اليومين الاخر من النشاط. انا عندي الايه دوت اهو اتحط من هنا البدايه 160 وماشي 160 معايا، وكذلك النشاط اللي فوق عفوا النشاط الثاني بعد 240 من يوم الثلاث وماشيه كله بعد الداتا ديت. فلما بيجي ياخد البلاند فاليو المهندس وليد اللي كان بيسال عليها، فالبلاند فاليو لحد الداتا ديت زيرو، فلما قسمها طلعت معاه الزيرو اللي في الدبليو بي اس بتاعي. جميل؟ واضحه النقطه؟ عايزه اي استفسار اي توضيح تاني؟ نوت اكيوريت دي يا مهندس علي، نوت اكيوريت شوف لازم حضرتك تبقى هو بيحسب ازاي، دي قوانين ثابته في البرنامج مش هتقدر حضرتك تعدل عليه. حضرتك لو عايز تعمل اي معادله او اي نسبه ما بين تواريخ اكشوال او تواريخ البلان زي ما انت حضرتك عايز تقدر تعملها بمنتهى البساطه وتحطها في برسنتج كومبليت، انا هوريك حضرتك تقدر تعملها ازاي في اخر البرزنتيشن النهارده. خلاص لكن انا بعرفك، خلاص انا بعرفك ازاي البرنامج بيحسب. البرنامج دايما بيحسب على مستوى الاكتيفيتي بالبيز لاين ديتس وعلى مستوى الدبليو بي اس بالبيز لاين كوست، فلازم حضرتك تبقى عارفها او فيها 100%. ممكن حضرتك تكون شغال استشاري وجاي لك برنامج زمني وحاطط فيه المقاول برسنتج كومبليت المختلف، فلازم حضرتك تكون بمجرد حتى انت بتبص على هارد كوبي من البرنامج تبقى حضرتك فاهم البرسنتج دي بتمثل. تمام كده؟ ده بالنسبه للسكيدجول برسنتج كومبليت، وقلنا ان هي دي اللي بتمثل لي البلاند عندي، لان كل مقارناتها سواء على مستوى الاكتيفيتي او على مستوى الدبليو بي اس او البروجكت مع البيز لاين. جميل؟ والله مش عارف يا مهندس مصطفى ما اضحكش عليكي، بس يعني احنا من ساعه ما اتعلمنا البرنامج وهو القوانين دي ثابته عنده، هم عملوها كده ليه؟ اعتقد اكيد في سبب ليه، بس انا ما عنديش سبب الصراحه. فعشان كده انا قلت لكم في الاول ما حدش يسال، ليه؟ لان دي قوانين خلاص بتاعت البرنامج. حضرتك ممكن تعمل ريسيرش في الموضوع وتبحث في الموضوع وتعرف هي اتعملت ليه يبقى ممتاز، لكن دي قوانين انت لازم تبقى عارفها عشان تعرف النسب دي لو اتحطت قدامك تبقى عارف النسب دي محسوبه ازاي ومحسوبه بناء على ايه. طبعا اي نسبه حضرتك انت عايزها هتقدر تحسبها وتقدر تطلعها، وهقول لحضرتك ازاي تطلعها تاني في اخر البرزنتيشن بتاعنا عن طريق الفيزيكال. خلاص برسنتج بس انا بديك البرسنتج اللي موجوده في البرنامج وهو بيحسبها ازاي. نكمل مع بعض بعد كده. خلاص هنشتغل على الاكشوال بروجريس، انا عايز دلوقتي اطلع الاكشوال بروجريس بتاعي، انا طلعت البلاند بروجريس بناء على البيز لاين اللي انا كنت حاطه. طيب بالنسبه للاكشوال بروجريس قلنا اللي بيطلع لنا الاكشوال بروجريس هو ما يسمى بالبرفورمانس برسنتج كومبليت.
تاني هراجع على نقطة صغيرة بس، ان البلاند فاليو اللي بياخدها في حسابات الايرنت فاليو بيضرب حضرتك السكيدجول برسنتج كومبليت في البادجت ات كومبليشن. لما بياخد حسابات الايرنت فاليو بيضرب البرفورمانس اللي انا بتكلم عليه دوت في الباك. طيب البرفورمانس ده بيتحسب ازاي؟ عندي انا عشان احصل على البرفورمانس دوت في برنامج البي 6 بحصل عليه من كذا طريقه، فيا ريت حضراتكم تركزوا معايا شويه. البرفورمانس برسنتج كومبليت بحصل عليه الاول من خمس، عن طريق خمس اختيارات. اول اختيار ان انا اختار ان البرفورمانس برسنتج كومبليت بيساوي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت او بيساوي الدبليو بي اس مايلستون، الدبليو بي اس مايلستون، او بيساوي 0 على 100 او بيساوي 50 على 50 او بيساوي كاستم برسنتج كومبليت. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي البرفورمانس برسنتج كومبليت يا اما بختاره وانا بعمل سيلكت عليه ان هو بيساوي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، او لا اقول له ان هو الدبليو بي اس. طبعا حضراتكم عارفين الدبليو بي اس مايلستون دي بتقع تحت الدبليو بي اس على طول، احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنقسم المشروع، مشروع بعد كده الدبليو بي اس بعد كده الدبليو بي اس مايلستون بعد كده الاكتيفيتي، بعد الاكتيفيتي في الستبس او الخطوات بتاعه الاكتيفيتي، دي المراحل التقسيميه بتاعه الاعمال بالنسبه لبرنامج البريمافيرا. فانا بقول له خد البرسنتج الاوزان بتاعه المايلستون بتاعه البي بي اس وقيم بيها، خليها تساوي البرفورمانس برسنتج، او بختار خيار 0 على 100. 0 على 100 دوت لو انا ابتديت النشاط بيديني 0%، لما اعمل فينش للنشاط بيديني 100%. يعني اي لو انا خلصت، لو انا في نص النشاط في ربعه في ثلثه في ثلاث ارباعه 0%، خلاص ما بيدينيش 100% الا لما اعمل فينش للنشاط. ودي طريقه من طرق الحساب. عندي طريقه ثانيه 50 50، نفترض عندك نشاط مثلا بتورد فيه مثلا مظله، فبتورد حديد المظله بكل قطع غيارها بكل شيء الاول في الموقع وبعد كده بتبتدي حضرتك تركيب. فانت متفق ان الاكتيفيتي دوت يدي لك بيرفورمانس 50% اول ما حضرتك تعمل ستارت في النشاط ده، واول ما حضرتك تنتهي يديك ال 50% المتبقيه، فيديك البرفورمانس برسنتج كومبليت على الاكتيفيتي ديت. يا اما حضرتك بتختار القيمه اللي انت عايزها عشان يبتدي بيها ولما تنتهي يديك ال 100%. جميل؟ طيب الكلام ده كله بسيط، اللي تحت الاربع خيارات اللي تحت بالنسبه للدبليو بي اس مايلستون، الزيرو على 100 او ال 50 على 50 او الكاستم برسنتج كومبليت، كل الكلام ده سهل. طيب ايه هي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت؟ تاني الاكتيفيتي برسنتج كومبليت بتجيلي من ثلاث اماكن. يعني ممكن الاكتيفيتي برسنتج كومبليت بتساوي الديوريشن برسنتج كومبليت بتاع الاكتيفيتي، او اليونتس برسنتج كومبليت بتاع الاكتيفيتي، او الفيزيكال برسنتج كومبليت بتاع الاكتيفيتي ديت. خلاص، والنهارده ان شاء الله هنمسك واحده واحده ونشوف طريقه حسابتها ازاي وبتاثر معانا ازاي على الاكتيفيتي برسنتج كومبليت. عندنا الديوريشن بتيجي دايركت، اليونت بتيجي دايركت، مفيش مشكله. الفيزيكال الوحيده اللي عندي طريقتين انها تيجي منها، يا اما عن طريق المانيوال فاليو ادخلها القيمه بايدي للفيزيكال، يا اما على طريق الستبس برسنتج كومبليت، وديت الاوزان بتاعت الستبس اللي بتيجي تحت الاكتيفيتي بتاعتي. طيب الخيارات ديت بجيبها منين انا؟ من برنامج البريمافيرا. لو حضرتك فتحت الدبليو بي اس وجبت الديتيلز بتاعت الدبليو بي اس واخترت التاب بتاع الايرنت فاليو، هيديك التكنيك فور كومبيوتنج بيرفورمانس برسنتج كومبليت. وزي ما اتكلمنا الاول، حضرتك لو فتحت الادمن، ادمن بريفرنس، هيبقى على جميع المشاريع. لو فتحت الدبليو بي اس هيبقى على مستوى الدبليو بي اس، لو عملت سيلكت على البروجكت هيبقى على مستوى البروجكت. جميل. حضرتك هنا هو بتختار يا اما تكون تبع الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، يا اما تبع الدبليو بي اس مايلستون برسنتج كومبليت، او تبع 0 100 50 50 او كاستم. حضرتك بتدخل الكاستم بتاعك هنا. بالنسبه للثلاث خيارات اللي تحت دول ما فيهمش مشكله، قلنا حضرتك لو اخترتهم يبقى البرفورمانس برسنتج كومبليت بتاعت الاكتيفيتي اول ما بتعمل ستارت 0 تنتهي 100، تعمل ستارت 50 تنتهي 100،
تعمل ستارت الرقم ده تنتهي بيه. اوكي طيب، بالنسبه للدبليو بي اس مايل ستون دي حكايتها ايه؟ حضرتك الدبليو بي اس مايل ستون هتقدر تفتح التاب بتاع المايل ستون عندك الدبليو بي اس مايل ستون، وبتعمل اد بتضيف الفيزز المختلفه عندك. الدبليو بي اس دي متقسمه المايل ستون معينه حضرتك بتحطها هنا اهوت، وبتحط ويت او اوزان للقيم ديت، وبيبقى في عندك تشيك بوكس هنا اهوت حضرتك بتقف على الدبليو بي اس سيلكت والدبليو بي اس مايل ستون، ولو انتهت عندك في الموقع حضرتك بتعمل تشيك بوكس هنا بمنتهى البساطه انها كومبليتد. فلو عندنا احنا مثلا سي فيز 1 سي وفيز 2 از كومبليتد، بيحسب هو التوتال ويت بتاع الدبليو بي اس كلها بناء على الاوزان اللي حضرتك دخلتها، حتى لو الاوزان ارقام مالهاش علاقه ببعض، خلاص بيجمع هو الارقام. لو جمعت الارقام دي طلعت عندك الرقم 9 ونص، بياخد النسبه دي برسنتج كومبليت، وبيقول لك ان البرسنتج كومبليت يساوي الاربعه الويت بتاع الاربعه فيز 1 وبتاع الثلاثه فيز 2، وقسمه على 9 ونص ضربه في الميه طلع له الرقم ده. الرقم ده حضرتك لو عملت سيلكت هنا اهو هياخد الرقم ده، وهو اللي بيساوي البرفورمانس برسنتج كومبليت. بالنسبه بقى للاكتيفيتي برسنتج كومبليت، قلنا ان الاكتيفيتي برسنتج كومبليت بتيجي من ثلاث حاجات، اللي هي الديوريشن برسنتج كومبليت او اليونتس برسنتج كومبليت او الفيزيكال برسنتج كومبليت. جميل، وحضرتك بتقدر تختار ان الاكتيفيتي بتاخد اي نوع من البرسنتج كومبليت دوت من الديفولت بتاع البروجكت ديتيلز. لو فتحت البروجكت وفتحت الديتيلز بتاعتك في حاجه اسمها الديفولت، الديفولت ده حضرتك بتحدد الديفولت فور نيو اكتيفيتي لجميع الانشطه الجديده اللي حضرتك هتضيفها تحت المشروع دوت. بتاخد برسنتج كومبليت تايب اللي انت بتختاره هنا هو من الثلاثه دول، هم في الاختيار ده ما عندكش الا الثلاثه دول، او على مستوى ده حضرتك للانشطه الجديده اللي حضرتك هتنشئها داخل المشروع، او على مستوى النشاط حضرتك حبيت تغير فممكن تعمل سيلكت على الاكتيفيتي وتروح على الاكتيفيتي ديتيلز، ومن التاب بتاع الجنرال حضرتك بتختار البرسنتج تايب بتاعك الايه من هنا هو سواء ديوريشن او يونتس او فيزيكال. خلاص، فدول الطريقتين اللي حضرتك بتغير فيهم الاكتيفيتي برسنتج كومبليت. الاكتيفيتي برسنتج كومبليت في حاله ان انت في السيتنج اللي قبله اخترت ان البرفورمانس بيساوي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت. طيب انا اخترت خلاص ان البرفورمانس عندي بيساوي الاكتيفيتي، واخترت ان الاكتيفيتي هتساوي واحده من الثلاثه دول، خلاص وليكن انها هتساوي الديوريشن، يبقى احنا هنتكلم على الديوريشن برسنتج كومبليت ونشوف الناس مركزه معانا ولا في اي مشكله. الصوت واضح، الشير واضح، في اي مشاكل معاكم، في اي استفسار؟ ممتاز مهندس هيثم. مهندس ايزابيل دايما مستعجل، ما تستعجلش شويه، خلينا بس هنمشي مع بعض وهنشوف ايه ميزه ديت، ايه عيب ديت، ايه كل حاجه. خلاص، النت في مشكله. طيب فريق التسجيل معانا في اي مشكله معاهم؟ هي اهم حاجه تكون متسجله. مهندس وليد، مهندس سعيد، في حد معانا من التسجيل؟ مشكله عند مهندس وليد. المهندس سعيد الشير والصوت واضح عندك، مفيش أي مشاكل؟ الله، إن شاء الله. تسلم مهندس محمد. طيب ممتاز ممتاز. طيب حد عنده أي استفسار في الجزء اللي إحنا شرحناه؟ احنا اتكلمنا قلنا ايه يا باشمهندس؟ قلنا ان احنا خلصنا خلاص البلاند، واتكلمنا على السكادجول برسنتج كومبليت، قلنا بقى اللي بيطلع لك الاكشوال انت عندك نسبه برسنتج في الاكشوال، انت نفذت قد ايه اكشوال. خلاص، فالنسبه ديت حضرتك بيمثلها البرنامج بالبرفورمانس برسنتج كومبليت. طب هيحسب البرفورمانس ده ازاي؟ حضرتك في عندك قدامك خيارات كتيره جدا تختار البرفورمانس برسنتج كومبليت ده بتساوي ايه؟ قلنا ان في اربع خيارات، منهم ال WBS 0 100 50 50 الكاستمر، دول سهلين جدا ما فيهمش اي مشاكل، بتختارها وخلاص انتهى الموضوع بالنسبه للاكتيفيتي.
في عندك ان انت تختار الخيار بتاع اوبن، انا هفتح اي مشروع عندي مثلا وليكن سيتي سنتر. اوكي، حضرتك عندك الخيار هنا هو بتاع، انا لو فتحت على ال دبليو بي اس خلاص، في عندي هنا الايرند فاليو، في عندي هنا الخيارات بتاعت الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، دوت البرفورمانس بتساوي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، وهي دي القصه كلها الكامله عندنا اللي هتاخد مننا الوقت كله في الشرح. تمام كده هو؟ عشان انا كنت شايف حد من المهندسين بس عدى مني الاسم، معلش. وضحت النقطه يا جماعه؟ طيب ممتاز، يلا نكمل. جميل، نكمل. فعندنا اول حاجه من الاكتيفيتي برسنتج كومبليت هي الديوريشن برسنتج كومبليت. حضرتك لازم تبقى عارف هو بيحسب الديوريشن برسنتج كومبليت ازاي. خلاص، لو افترضنا ان عندنا المثال الصغير دوت قدامنا، ما عنديش الا اكتيفيتي واحده، الاكتيفيتي ديت الديوريشن بتاعها 20 دي، الاوريجينال ديوريشن 20 دي. خلاص، لو جيت انا شغلت الاكتيفيتي ديت وقلت مثلا ان الاكشوال ستارت بتاعي انا هدخله على 8 مايو، خلاص يعني انا مش عايز تهتم بالتواريخ على قد ما تهتم بالاوريجينال والاكشوال والريميننج والات كومبليشن، هما دول اللي هيهموني حسابات الديوريشن برسنتج كومبليت. وقلت ان انا وانا بدخل الداتا بتاعي حركت الداتا دي بتاعتي بحيث ان الاكشوال ديوريشن عندي طلع ب 15 دي، والريميننج ديوريشن انا عملت له استيميت، ده انا عملت له استيميت لو حضرتكم تتذكروا في الابديت لما شرحنا الابديت قلنا حضرتك الاكشوال ده حضرتك ما بتحسبوش، الاكشوال ده بيجي منين؟ حد لسه فاكر معانا الاكشوال ده يجي منين؟ الاكشوال ديوريشن بتاع الاكتيفيتي، حد مركز معانا؟ قد ايه؟ لا الاكشوال مش نهاية النشاط، لا خلاص انا عايز تاريخ بداية النشاط حتى الداتا ديت بتاعنا ده الاكشوال ديت خلاص. لا الاكشوال ده ماشي، الاكشوال ده هيساوي مهندس وليد، كلامك صح بس هتخلص. طب احنا النشاط اندر بروجريس، النشاط مش خالص خلاص، فالاكشوال ده هيساوي الستارت ديت من الداتا ديت خلاص، انت ابتديت يوم 10 الداتا ديت بتاعك يوم 12، يبقى هم الاكشوال يومين خلاص، لما يخلص النشاط 100% هيبقى الاكشوال مده النشاط. جميل، فانا عندي هنا هو التاني، نرجع لمثالنا تاني خلاص، نقول ان انا الاكشوال حركت الداتا ديت بتاعي على يوم 27، عملت اوريجينال، الاوريجينال ده خد بالك مش هو البيز لاين، ده الاوريجينال اللي موجود عندك هنا في البرنامج. يعني ممكن يكون البيز لاين مختلف عن الاوريجينال ده، خد بالك من النقطه دي خلاص. البيز لاين دلوقتي انا ما بقارنش حاجه بالبيز لاين دلوقتي، انا عندي الاوريجينال بتاعي 20 اللي انا كنت مدخله هنا هو في الاكتيفيتي، عندي اكشوال 15 حصلت عليه عن طريق الداتا ديت ماينس الاكشوال ستارت ديت، وهو ده الاكشوال ديوريشن اللي بيحسبه برنامج البريمافيرا بالطريقه ديت خلاص. الريميننج حضرتك بتدخله مانيوال بايدك، او الاد كومبليشن بتدخله مانيوال بايدك بناء على الاستيميت اللي جاي لك من البروجريس ريبورت بتاع الموقع. فانا دخلته بايدي 18، بقى عندي دين الاوريجينال، الاكشوال 15، الريميننج 18، الاد كومبليشن اللي هو الاكشوال بلس الريميننج. جميل جميل. طيب الديوريشن برسنتج كومبليت يحسبها ازاي؟ انا عدى عندي من النشاط 15 يوم، والنشاط كله بقى عندي 33، هو كان 20 الاوريجينال بتاعه 20، لكن الاد كومبليشن 33. في فورميولا او في معادله بتحسب الكلام دوت، بيقول لك خد الاكشوال ديوريشن اللي هو ال 15
واقسمها على الكرنت ديوريشن اللي هو ال 33، وكلام منطقي جدا. انا هقسم الاكشوال على الكرنت ديوريشن، هيطلع لي ب 45.45%. وللاسف المعادله ديت اللي بتستعمل في برنامج المايكروسوفت بروجكت عند حساب الديوريشن برسنتج كومبليت. لكن لو جينا بصينا هنا هو في البريمافيرا، هنلاقيه مطلع لنا ايه؟ 10%. ليه طلع ال 10%؟ لان لازم حضرتك تاني تبقى عارف المعادله اللي بيحسب بيها البي 6 الديوريشن برسنتج كومبليت. البي 6 بيحسب البرسنتج الديوريشن برسنتج كومبليت بالاوريجينال ديوريشن ماينس الريميننج ديوريشن ويقسمها على الاوريجينال ديوريشن. يبقى هو خد ال 20 عمل ماينس 15 5 عفوا، خد الاوريجينال ماينس الريميننج، خد ال 20 ماينس ال 18 طلع 2 وقسمها على 20، 2 على 20 ب 10%، 2 على 20% ب 10%. فدي المعادله بتاعت حساب الديوريشن برسنتج كومبليت. وخد بالك جدا لان المعادله دي مش موجوده عندنا في برنامج البريمافيرا، الاكشوال ديوريشن على الكرنت ديوريشن دي مش موجوده عندنا في البرنامج البريمافيرا. في ناس بتطلبها، هقول لحضرتك ازاي انت تعملها، بس دي مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان انت لازم تبقى عارف ان هو لما بيجي بيقارن دايما برنامج البريمافيرا بيعتمد في الاساس على الريميننج، بيقارن الريميننج بالاوريجينال ديوريشن اللي موجوده عندك هنا. وخد بالك تاني هقولها تاني، مش البيز لاين ديوريشن، البيز لاين ديوريشن ممكن تكون فرقه عن الاوريجينال ديوريشن. الديوريشن برسنتج كومبليت بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما يكون النشاط دوت اقدر اعمل انا عليه ريبورت ويطلع الريبورت ده فعلا منطقي. لو انا قارنت الريميننج دايز او الايام المتبقيه بالاوريجينال بلاند وورك اللي انا خططته قبل كده، خلاص بستعمل ساعتها الديوريشن برسنتج كومبليت. بتتحسب ازاي على الاكتيفيتي ليفل؟ هنرجع نقول تاني انه بياخد البلان ديوريشن او الاوريجينال ديوريشن ماينس الريميننج ديوريشن وبيقسمها على الاوريجينال ديوريشن، خلاص. والكلام ده كله ملوش علاقه بالبيز لاين، والقيمه دي بتتراوح زي ما مكتوب قدامنا، بتتراوح من 0 و100. والبلاند بلان ديوريشن از تيكن فروم ذا كارنت بلان نوت فروم ذا كارنت بيز لاين. ركز في الموضوع دوت، البلان ديت بياخدها من البلان اللي عنده اللي احنا بنسميها على البرنامج البريمافيرا اللي هي الاوريجينال، خلاص، وليست البيز لاين ديوريشن. على مستوى الدبليو بي اس نفس الكلام بالظبط ونفس المعادله بالظبط، بس بياخد السمري كارنت اوريجينال ديوريشن. حضرتك لو بصيت على مستوى الدبليو بي اس هتلاقي في عندك اوريجينال ديوريشن وهتلاقي عندك برضه ريميننج ديوريشن. نفس المعادلة بيطبقها، بياخد الاوريجينال بيطرحه من الريميننج وبيقسمه على الاوريجينال في 100 بيطلع لك الدبليو اس. في حاجة تانية موجودة عندك اسمها الديوريشن برسنتج اوف اوريجينال، خلاص. دي بتساوي ايه؟ دي بتقارنك الاكشوال ديوريشن بالبلاند ديوريشن. يعني بتاخد الاكشوال ديوريشن وبتقسمها على البيز لاين ديوريشن وبتضربها في 100. وخد بالك ان الرقم ده ممكن يطلع زياده عن 100%، تمام، خلاص. القيم دي انا بجيبها منين؟ انا هقف هنا شويه وهرجع افتح لكم برنامج البريمافيرا. الناس مركزه معايا الاول؟ في اي مشكله؟ باشمهندسين رجاء محدش يكتب سؤال وانا بشرح، انا بشوفوش وبيجي لما بقول للناس معايا يروح طالع السؤال فوق. مهندس يسري، كيف وانا كيف اقدر اقدر المده المتبقيه من المهندس الاخر؟ دي بقى بناء على الاستيميشن اللي عندك في الموقع، ما دي مش هتقدر يعني حضرتك تحكمها. دي ده رقم بيجي لك من البروجريس ريبورت اللي بالموقع. انت مهندس بتقدر مثلا بناء على الماتيريال المتوفره، بناء على العماله المتوفره، بناء على انتاجيه العماله، مش حضرتك اللي بتقدر، الناس اللي بتقدر اللي في الموقع وبتجيب لك التقدير ده حضرتك بتدخله الريمين، تمام؟ طيب فاحنا كنا بنتكلم على الديوريشن، فلو حضرتك رحت على الاكتيفيتي
في عندك هنا هو في الكولومز، انا هفتح بس رايت كليك من على التيبل فيو وبجيب الكولومز، انا هشيل بس الكولوم ملهاش لازمه هنا اهو. اوكي انا شو شلت كنت كانسل كولومز ديفولت، شيل الحاجات ديت خلاص. انا عندي هنا هو في قائمه البرسنتج كومبليت، دي البرسنتج كومبليت كلها اللي موجوده عندنا، لو عديتهم حضرتك هتلاقيهم تقريبا حوالي 17 او 16 تقريبا خلاص او اكتر من كده. اللي انا كنت بتكلم عليه احنا الاكتيفيتي برسنتج كومبليت احنا اتكلمنا فيها وقلنا ازاي حضرتك بتختار ومن على مستوى الديفولت بتاعت البروجكت او على مستوى الاكتيفيتي خلاص. الكوست الديوريشن برسنتج كومبليت والديوريشن اوف اوريجينال خلاص، الاثنين دول حضرتك اللي انا اتكلمت عليهم وقلت حضرتك ده بيقارن الديوريشن اوف اوريجينال، ده بيقارن الاكشوال عندك وبيقسمه على البيز لاين بتاعك تمام. حضرتك تقدر تظهره من هنا، حضرتك لازم تبقى عارف معادلته بتتحسب ازاي. تاني انا هوريها لحضرتك خلاص، قلنا ان الديوريشن بيحسبه بنستخدمه لما نقدر نقارن الريميننج مع الاوريجينال بتاعي خلاص، بيحسبه بالاوريجينال ديوريشن ماينس الريميننج ديوريشن على البلان ديوريشن في 100 خلاص. وعلى مستوى ال WBS والبروجكت نفس الكلام، الفرق بس في الديوريشن برسنتج كومبليت اوف اوريجينال النسبه ديت بيحسبها، بياخد الاكشوال ديوريشن وبيقسمها على البيز لاين ديوريشن، وزي ما قلنا ان ممكن القيمه ديت بناء على الاكشوال ده ممكن يتغير، البيز لاين زياده الاكشوال ممكن يتغير ويبقى اقل، فممكن تطلع زياده عن 100% تمام. وضحت النقطه عندك، وهنا بيقارن البيز لاين ديوريشن مع الاكتيفيتي ات كومبليشن ديوريشن بتاعت الكرنت بيز لاين. واضحه النقطه بتاعت الديوريشن؟ في اي مشكله في الديوريشن عشان اخش في اليونتس دلوقتي. احنا خلصنا كده الجزء بتاع الديوريشن وقلنا لو الاكتيفيتي بتساوي الديوريشن، تاني هوضحها للناس من حضرتك بتيجي على مستوى البروجكت الديتيلز بتاعت البروجكت. حضرتك في هنا الديفولت حضرتك تقدر تختار البروجكت المفتوح البرسنتج كومبليت للنيو اكتيفيتي بتختارها، هو يا ديوريشن فيزيكال يا يونتس، يا اما حضرتك بتروح على مستوى الاكتيفيتي بتعمل سيلكت على الاكتيفيتي ومن الجنرال تقدر حضرتك تختار برسنتج كومبليت ديوريشن فيزيكال يونتس بالنسبه للنشاط اللي حضرتك واقف عليه تمام. دي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، ولو اخترتها ديوريشن احنا حضرتك شرحنا الديوريشن برسنتج كومبليت تقدر تجيبها ازاي تمام. الناس مركزه شوانزين ممتاز ممتاز. نخش في اليونت، نخش في اليونت. عندي تاني اختيار اليونت برسنتج كومبليت، عايزك تركز معايا شويه في اليونتس لان طريقه حسابها مختلفه تماما عن الديوريشن برسنتج كومبليت. في عند كونسبت لازم تحطه في دماغك تمام التمام. احنا بنتكلم على اليونتس خلاص، في عندنا كام يونتس؟ في عندنا ليبر يونتس، في عندنا نون ليبر يونتس، في عندنا ماتيريال، في عندنا اكسبنسز اوكي اللي هي المصاريف. أربعة هما اللي بيكونوا لك التوتال كوست بتاع المشروع بتاعك. لما حضرتك بتستخدم اليونتس برسنتج كومبليت بياخد بس يونتس بتاعت الليبر واليونتس بتاعت النون ليبر، ما بياخدش الحسابات بتاعته لا الماتيريال ولا الاكسبنس تمام؟ تمام. بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لما ان انا يعني التعريف بيقول لك when used when actual work effort accomplished at and actual work effort remaining can be used to accurate represent progress for the activity. يعني بالنسبه للورك ايفورت اللي هو ممثل عندي في اليونتس المتبقيه للاكتيفيتي ديت، اقدر اقارن الريميننج خلاص بالاكشوال، الريميننج بالاكشوال يديني
افضل تقييم للبرسنتج كومبليت بتاعه الاكتيفيتي دي. خلاص. طيب المعادله بتاعتها بيحسبها ازاي؟ اليونت برسنتج كومبليت بتساوي الاكشوال يونت مقسومه على الاكشوال يونت ريميننج يونت، والاكشوال يونت بلس الريميننج يونتس دي اللي احنا قلنا عليها الاد كومبليشن يونتس. يبقى هنا هو بيقسم الاكشوال يونت على الاد كومبليشن يونت. جميل. وقلنا ان انها بتساوي اليونتس اللي احنا بنتكلم عليها للليبر والنون ليبر فقط. خلاص. فلو جينا قلنا ان عندي اكتيفيتي هنا الدي 1 والدي 2 وعاملين عندي الاكشوال اللي انا صرفتهم من اليونتس او من الساعات بتاعه الليبر والنون ليبر في اول يوم وتاني يوم، لو افترضت ان الاكشوال 110 والاكشوال هنا 70، هيبقى الاكشوال يونت عندي ال 80 180 ساعه، في حين ان الريميننج يونت المتبقيه على الاكتيفيتي ديت هي مجموع ال 50 و40 و30 هو ال 120 اور، بياخد هو اليونت برسنتج كومبليت ال 180 على الات كومبليشن اللي هو ال 180 زائد ال 120 وبيديني 60% اللي هي اليونت برسنتج كومبليت. طيب وفي فرق لازم حضرتك تبقى عارف ان القيمه دي متغيره تماما غير الديوريشن. خلاص القيمه دي متغيره، لان لو حضرتك عفوا القيمه دي حضرتك متغيره، لان لو حضرتك وقفت بعد اول يوم وقلت ان اليونتس ماشيه على البلان يعني فولو ذا بلان، يبقى حضرتك مطبق ال 110 اللي كانوا عندك في البلان هم ال 110، لكن ممكن البرنامج الزمني بتاعك ما يكونش ماشي على البلان، وممكن بعد اول يوم ال 110 ديت بقت 90 والريميننج اتغير، لان انت بناء على اول يوم الريميننج برضه بيتغير، لان الاكشوال والريميننج حضرتك اللي بتدخلهم في اليونتس. خلاص. وبناء عليه الحساب هيفرق، الاكشوال يونت هنا هو 210، الريميننج بتاعك مجموع الريميننج 190 اعطاني البرسنتج 37. هنا ده لو ماشي على البلان، هنا ما مشاش على البلان وتغيرت القيم، اخذ الاكشوال يونت وقسمه على الاكشوال بلس الريميننج طلع لي البرسنتج كومبليت. وهنا قلنا ان يفرق معاك جدا البرنامج حضرتك لو ماشي على البلان او مش ماشي على البلان. خلاص. فلازم حضرتك تبقى عارف هو بيحسب ازاي اليونت برسنتج كومبليت، امتى حضرتك بتستعملها، خلاص، علشان تساويها بالبرفورمانس برسنتج كومبليت. طيب لو جينا قارنا مقارنه سريعه كده بين الديوريشن برسنتج كومبليت وبين اليونتس برسنتج كومبليت، هنقول ان الديوريشن برسنتج كومبليت هتساوي عدد الايام، احنا قلنا الاوريجينال ماينس الريميننج على الاوريجينال بتاعي بيطلع لي قيمه، لكن اليونتس دايما بياخد الاكشوال على الريميننج قيم حضرتك مدخلها بايديك، فبتكون متغيره عندك دايما. خلاص. لان اليونتس ممكن تكون مش موزعه، اليونتس مش موزعه مظبوطه، او حضرتك مش ماشي على البلان، فما هياش بتدي لك قيم ريلاتيف مع الديوريشن بتاعك، يعني ملهاش دعوه بالديوريشن، بتبقى مفصوله على الديوريشن بتاعك. خلاص. يعني لو بصينا هنا اهوت ان تاني يوم اعطاني 60% 60% من الاكتيفيتي انتهى. خلاص. في حين ان الديوريشن برسنتج كومبليت حاطط يعني رقم منطقي. خلاص. الحاجه الثانيه ان احنا قلنا ان الديوريشن برسنتج كومبليت دي بتعتمد على الاوريجينال ديوريشن. خلاص. في حين ان اليونتس بتعتمد على الاكشوال مع الريميننج بتاعي. جميل. طيب انا في حاله عندي نادره جدا ان انا اقدر اساوي البرسنتج كومبليت بتاعت اليونتس بالديوريشن، ان هو ان الحاله اللي تكون عندي الاوريجينال بيساوي الات كومبليشن والريسورس عندي متوزعه بانتظام. خلاص. ودي حاله نادره جدا تقدر حضرتك حتى في ان انت توفرها.
طيب الكلام ده نديله مثال على السريع. انا عندي اكتيفيتي ايه، مطلع حضرتك الاكتيفيتي ديت وعملت لها اساين، هي وان اكتيفيتي، عملت لها اساين لاثنين ثلاثه ريسورس، اثنين ليبر وواحد نون ليبر، حطيت لهم ريميننج يونتس 32 32 32، وعملنا اساين كيرف على الليبر الاولاني والليبر الثالث. خلاص لو حضرتك فتحت الاكتيفيتي يوزر سبريد شيت وبصيت على الاكشوال ليبر والاكشوال نون ليبر والريميننج ليبر والريميننج نون ليبر، الارقام عندنا هنلاقيها متوزعه بالمنظر ده، وده الريميننج ليبر والريميننج نون ليبر، الليبر جمع الاثنين على بعض ووزعهم توزيع غير متساوي، النون ليبر متوزع توزيع متساوي 8 ساعات كل يوم. خلاص طيب لو جينا عملنا وان ديك باست، يوم عدى يعني يوم الاثنين دوت عدى، هو الكلام ده كله متوزع على 4 ايام، اثنين ثلاث اربع خميس، خلاص انا عديت يوم الاثنين، هيبقى عندي البرنامج بالمنظر ده، دخلت انا القيم بتاعه الاكشوال عندي في الفتره ديت 38 و8، واتبقى لي الريميننج برضو انا ممكن ادخله هنا هو في الفتره ديت، فهلاقي ان الاكشوال يونت عندي اللي هو ال 38 و4 من 10 بلس ال 8 اور، حسب لي هنا هو الاكشوال يونت عندي اللي هم ال 46 للاثنين اكتيفيتي، اللي عفوا للليبر الاثنين ليبر والنون ليبر، وبالنسبه للريميننج يونت جمع جميع الريميننج يونت بتاعت الليبر والنون ليبر عندي هنا هو، وطلع لي القيمه بتاعتها، وقسم الاكشوال يونت على الريميننج بلس الاكشوال، طلع لي القيمه هنا هو في برسنتج كومبليت، اليونت برسنتج كومبليت اللي هي 48 33، ولو حضرتك ب الديوريشن برسنتج كومبليت قلنا حضرتك ان في يوم واحد عدى من الاربع ايام، خلاص يعني في عندنا 3 ايام، لو قسمتهم هيطلع اليوم دوت على الاربعه هو ال 25 25% للديوريشن برسنتج كومبليت، واليونت برسنتج كومبليت عندنا بال 48. طيب لو حضرتك فتحت برنامج البريمافيرا خلاص هتلاقي حاطط لك يونت برسنتج كومبليت، وحاطط لك ليبر يونت برسنتج كومبليت، وحاطط نون ليبر يونت برسنتج كومبليت، كل الثلاثه دول بيتحسبوا بنفس الطريقه، بياخد الاكشوال يونتس وبيقسمها على الاد كومبليشن يونت وبيضربها في مين. جميل؟ خلاص والاد كومبليشن يونت قلنا ان هي الاكشوال يونت بلس الريميننج يونتس بتاعي. جميل؟ الناس معايا؟ في اي استفسار؟ انا عارف بص اليونتس بتبقى عامه صعبه شويه، حتى طريقه حسابتها صعبه شويه، بس يعني حضرتك ما تشغلش دماغك بيها، لان احنا عامه في شغلنا لو الناس كلها معانا اعتقد ان معظمها شغالين كونستراكشن ما بنستخدمش موضوع اليونتس ده خالص، خلاص بتستخدم في مشاريع تانية خالص، يعني بما ان البرمجيرا معمول عام لاي مشروع فهو الاوبشن بتاعه زياده ان هو يقدر يستوعب اي حاجه تانية. تمام؟ طيب نكمل مفيش مشاكل؟ طب جميل، أوري حضرتك بس إن شاء الله مهندس محمد المحاضرة هتبقى متسجلة أحسن عشان يبقى عليها الشرح، يبقى الملف بالشرح بتاعه. خلاص؟ في نقطة هنا هو حضرتك برضو عشان تظهر البرسنتج كومبليت دوت، رايت كليك على التيبل فيو، بتجيب حضرتك الكولومز البرسنتج كومبليت، هتلاقي اللي أنا قلت لك عليه في عند حضرتك ليبر يونتس برسنتج كومبليت، في عندك نون ليبر يونتس برسنتج كومبليت، عفوا هي نقطة هنا اهي، خلاص وعند حضرتك اليونت برسنتج كومبليت، الثلاثه دول بيتحسبوا نفس الكلام، بياخد الاكشوال على الاكشوال بلس الريمين. جميل؟ الناس معايا تمام؟ طب ممتاز. طيب نرجع نكمل في حاجة تانية ملهاش علاقة بالموضوع، مجرد انها نسب بس بتطلع، يعني ما بتنعكس على البرفورمانس، اللي انا هتكلم عليه ده تاني ما بيتعكس على البرفورمانس، اللي بيتعكس على البرفورمانس قلنا اليونتس و عفوا الديوريشن الاول، وبعد كده اليونتس، وبعد كده الفيزيكال، خلاص هما الثلاثة بس اللي بيعكسوا لك الاكتيفيتي برسنتج كومبليت. الكوست دوت
كولومز زياده موجوده عندك، بس لو طلع لو حطيناها حضرتك تعرف تتحسب ازاي والبرنامج بيحسبها ازاي. قريبه جدا جدا من موضوع خلاص. فالكوست برسنتج كومبليت عندك خلاص في اربعه، بالاربعه اللي موجودين عندنا، عفوا الاربعه في خمسه، الاربعه والتوتال بتاعهم. الكوست برسنتج كومبليت ده بيمثل التوتال كوست بتاع الاكتيفيتي. عندك الليبر كوست، عندك النون ليبر كوست برسنتج كومبليت، الماتيريال كوست برسنتج كومبليت، الاكسبنسز كوست، برفورمانس كوست برسنتج كومبليت. خلاص فعند حضرتك خمسه للكوست كلهم بيتحسبوا بنفس الطريقه، بياخد الاكشوال توتال كوست على الات كومبليشن توتال كوست. نفس حساب اليونتس بالظبط، وانا ذكرتها حضرتك الكوست بعد اليونتس عشان حضرتك تبقى عارف ان الكوست واليونتس بيتحسبوا نفس الطريقه، بياخد الاكشوال كوست اللي حضرتك حطيته والات كومبليشن قلنا ان هو الاكس الريميننج، وبيقسمهم على بعض يضربهم في 100. تمام؟ في حاجه ثانيه زياده هنا زي بتاعت ديوريشن خلاص، اسمها الكوست برسنتج اوف بادجت. خلاص الكوست برسنتج اوف بادجت بياخد الاكشوال توتال كوست وبيقسمه على البيز لاين توتال كوست. بياخد الاكشوال توتال كوست وبيقسمه على البيز لاين توتال كوست وبيضربه في 100، وقلنا ان برضو القيمه دي ممكن تطلع حضرتك اكتر من 100%. خلاص وهنا هو بيقول لك ان هو بياخد البيز لاين الاسايند على البروجكت بتاعه. تمام دي حضرتك تقدر في البرنامج تشوفها ان هي موجوده هنا، هو الكوست عندك الكوست برسنتج كومبليت والكوست برسنتج اوف بادجت. خلاص ولازم حضرتك تبقى عارف ايه الفرق ما بينهم. عند حضرتك هنا هو الليبر كوست برسنتج كومبليت، النون ليبر كوست برسنتج كومبليت، الماتيريال كوست برسنتج كومبليت، والاكسبنسز هتلاقيها هنا اهو كوست برسنتج كومبليت. فدي البرسنتج كومبليت بتاعت الكوست خلصناها. خلينا نبعت هناك اللي احنا بنخلص الكوست خلصناه، الكوست برسنتج اوف بادجت خلصناه، الليبر يونتس خلصناه، الكوست النون ليبر يونت برسنتج كومبليت تايب، البرفورمانس الفيزيكال. طبعا احنا قلنا البرفورمانس اللي هو ايه؟ اللي هيطلع لك القيمه النهائيه بقى بناء على السيتنج اللي انت حضرتك ايه؟ اخترته، واليونت والسكيدجول بقينا بس الفيزيكال. خلاص؟ هنتكلم دلوقتي على الفيزيكال برسنتج كومبليت. امتى حضرتك بتستخدم الفيزيكال برسنتج كومبليت؟ لما يبقى حضرتك عندك خلاص القياس بتاع انت الاداء بتاع النشاط ده لا يمكن انه يعبر عنه بالديوريشن او باليونتس. انت عندك اكتيفيتي خلاص البرفورمانس بتاعها بتقيمه حضرتك بناء على الاكسبيرت جادجمنت زي ما بيقولوا، او بحكم الخبره بتاعت حضرتك. بستعمله امتى برضو تاني؟ ان انا الاكتيفيتي او النشاط اللي عندي دوت اختيار الديوريشن واليونتس بتاع او اليونتس ديوريشن او اليونت مش هيبقى هو الاكيوريت او اللي هو التقدير الدقيق للنشاط بتاعي. فحضرتك بتضطر ترجع للبيرسونال جادجمنت التحكيم الشخصي بتاعك للنشاط دوت، انه ممكن يساوي انا النشاط دوت ببص عليه كده هوت واقدره ان النشاط دوت خلاص ممكن يكون ماشي 10% 20% 30% بناء على التقدير بتاع حضرتك. خلاص والفيزيكال بارامتر اللي حضرتك بتدخلها ديت مش موجوده اصلا في البلان، يعني حضرتك مش هتقدر تدخلها في البلان. انت بناء على خبرتك وبناء على ظروف الموقع وظروف النشاط وظروف حاجات كتيره جدا، فبالطبيعي انها مش هتكون موجوده في البلان، وبتبقى حضرتك يا اما معتمده على الحكم الخبره او على عوامل خارجيه ممكن تاثر عندك على النشاط. وفي طريقتين احنا ذكرناهم في الاول خالص اقدر ادخل فيهم الفيزيكال، اللي هي الطريقه المانيوالي خلاص، ودي انا بدخلها بنفسي رقم ثابت انا بدخله، يا اما عن طريق الاكتيفيتي ستيبس. طيب عن طريق المانيوال حضرتك لازم تكون اول حاجه عملت سيلكت على الاكتيفيتي ديت واخترت ان نوع البرسنتج كومبليت فيزيكال، وقلنا الكلام ده بنختاره على مستوى البروجكت، بخش على البروجكت ديتيلز وبعد كده الديفولت على جميع الاكتيفيتي النيو بختار البرسنتج كومبليت فيزيكال مش ديوريشن، فيزيكال خلاص. او على مستوى الاكتيفيتي ديتيلز بختار التابل جنرال
والبرسنتج كومبليت عندي التايب بتاع الاكتيفيتي اللي انا عامل له سيلكت بختاره هنا هو فيزيكال. خلاص بعد ما اخترته حضرتك فيزيكال بتقدر على طول من الكولم بتاع الفيزيكال برسنتج كومبليت تعدله بايدك هنا هو، او حضرتك بتيجي على التاب بتاع الستيتس وتعمل على الاكتيفيتي بتاعتك وتدخل هنا هو. طبعا هيبقى عند حضرتك هنا برسنتج كومبليت فيزيكال برسنتج وتدخل حضرتك القيمه دي مانوال. جميل. طيب عشان استخدم انا هوري لكم الكلام ده بس قبل ما نخش على الاكتيفيتي ستيبس. لو عند حضرتك هنا هو الاكتيفيتي ديت انت حضرتك غيرتها، هي اوتوماتيك هي اوريدي فيزيكال، باجي على الستيتس بتاعي هلاقي الفيزيكال هنا هو، بقدر انا ادخل الفيزيكال اللي انا عايزه. بس طبعا مش هقدر ادخل حاجه هنا هو لان اوريدي الستيتس بتاعت الاكتيفيتي دي انها فينيشد، فمش هيقبل مني ان انا ادخل حاجه هي فينيشد، يبقى الفيزيكال اوريدي 100%. تمام. طيب انا عندي اختيار تاني ان انا ممكن اعملها بالاكتيفيتي ستيبس. يعني ايه الاكتيفيتي ستيبس؟ احنا قلنا حضرتك ان في تحت مستوى الاكتيفيتي خلاص في ستيبس او الخطوات بتاعتها. علشان اخليها تساوي الستيبس بروح على البروجكت، على مستوى البروجكت، وبفتح التاب بتاع الكالكوليشن، بختار حضرتك ان هو الخيار اللي بيقول لي الاكتيفيتي برسنتج كومبليت بيزد اون اكتيفيتي ستيبس. جميل. مجرد ما حضرتك بتعلم عليه بتروح حضرتك على التاب، عفوا التاب بتاع الستيبس في الاكتيفيتي، وتقدر حضرتك تضيف، تعمل اد خلاص وتضيف ستيبس زي ما انت حضرتك عايز، وبتحدد لها الويت بالظبط زي ال WBS مايلستون، وبتحدد الويت بتاعتك وبتعمل تشيك بوكس على الكومبليت لما تبقى الخطوة دي اكتملت عندك كومبليتد. خلاص كومبليتد بيجمع هو الاوزان ديت وبيقسم الكومبليتد على مجموع الاوزان ويديك البرسنتج كومبليت هنا هو، هي الفيزيكال برسنتج كومبليت. خلاص. وممكن حضرتك تعمل الاوزان اي ارقام حضرتك عايزها. يبقى قلنا ان البرسنت الفيزيكال برسنتج كومبليت ديت مش موجوده عندنا في البلان، بتتراوح من 0 ل 100. خلاص اقل رقم 0 واعلى رقم 100، بتعتمد حضرتك على الخبره الشخصيه وتقييمك الشخصي للنشاط ديت. طيب وده على مستوى الاكتيفيتي. طب انا عايز اسال للناس سؤال، تتوقع انه يجمع الفيزيكال برسنتج كومبليت ازاي على مستوى ال WBS؟ باشمهندسين اللي فاهمين الفيزيكال برسنتج كومبليت، تتوقع يجمعها ازاي على ال WBS؟ ليه؟ طبعا حضراتكم كل واحد عطى إجابة من وجهة نظره سليمة. خلاص؟ علشان كده في برنامج البريمافيرا لما كان البرفورمانس دوت بناء على الادخال الشخصي من حضرتك، فالبرنامج ما عندوش صبغة انت حضرتك مدخلها بناء على ايه. فعلشان كده البرسنتج الوحيده اللي ما بيجمعهاش في ال WBS ولا في البروجكت هي الفيزيكال برسنتج كومبليت. وعشان كده دايما عارفين ان في الرول اب لما يجي يحط لك الفيزيكال برسنتج كومبليت تعرف انه مش هيجمعها وهيسيب لك المكان فاضي، لان دي حضرتك مبنيه على اكسترنال بارامتر. خلاص. والبرنامج ما يقدرش يحدد الاكسترنال بارامتر ده ازاي ولا يعمل لها معادله ازاي. احنا اتكلمنا على معادلات ثابته في جميع الرول اب بالنسبه لمستوى الاكتيفيتي، مستوى الدبليو بي اس، مستوى البروجكت، احنا كنا بنتكلم كلها في قوانين. احنا جينا هنا هو في الفيزيكال ما لهاش قوانين، يبقى حضرتك لازم تبقى عارف ان الفيزيكا ما بتتجمعش، ان مفيش قانون يحكمها لانها بناء على تقديرك الشخصي. عندي تريك صغيره كده وهي اخر حاجه في الموضوع. كنا اتكلمنا على الديوريشن برسنتج كومبليت،
وقلنا الديوريشن برسنتج كومبليت بتساوي في البي 6 الاوريجينال ديوريشن ماينس الريميننج ديوريشن على الاوريجينال ديوريشن، واعطينا المثال بتاعنا بتاع ال 15 يوم وال 33 يوم وطلع لنا انها ال 10%. طب نفترض جه الاستشاري وقال لي او جه اي حد عندك حضرتك طلب منك الاكشوال ديوريشن على الكرنت ريت طلعه، هو رقم مش اكيوريت بالظبط بس حضرتك بتقارن الاكشوال بالكرنت اللي حصل عندك الاد كومبليشن اللي حصل عندك زي موضوع اليونتس. خلاص حضرتك بتطلع القيمه دي ازاي؟ حضرتك بتختار البرسنتج كومبليت تايب بتاع الاكتيفيتي فيزيكال خلاص، وتسيبه ان هو حضرتك تعمل له انتر بايدك، وبعد كده حضرتك تعمل جلوبال تشينج تغير الفيزيكال كومبليت بيساوي الاكشوال ديوريشن على الكرنت ديوريشن بتاعك، هيطلع لك النسبة البرسنتج دي مكان الفيزيكال. ودي تريكة حضرتك ممكن تستعملها في أي حاجة أنت عايزها. نفترض الاستشاري، أنت اتفقت مع الاستشاري على إن أنت تقسم أي مدة على أي مدة، خلاص احنا تحكموا بيها البرسنتج كومبليت بتاعة النشاط بتاعك، خلاص؟ فاللي أنت بتتفق معاه عليه حضرتك بتحدده فيزيكال، بتحدد الاكتيفيتي بتاعتك كلها فيزيكال، وبتعمل جلوبال تشينج كل بعد كل ابديت تروح عامل جلوبال تشينج حضرتك مسيفه عندك. انا هديك مثال سريع عليه دلوقتي، وبتعمله على الاكشوال ديوريشن على الاد كومب او الكرنت ديوريشن اللي هي الاد كومبليشن ديوريشن. اوكي انا قبل ما راجع هروح اوري حضرتك بس في برنامج البريمافيرا ان انت حضرتك لو اخترت الانشطه الفيزيكال بتيجي حضرتك على التولز وتعمل جلوبال تشينج، بتعمل حضرتك نيو جلوبال تشينج، بتختار الاكتيفيتي ستيتس اللي هي ان بروجريس طبعا خلاص، بعد كده بتعمل حضرتك ان البارامتر بتاعك البرفورمانس الفيزيكال برسنتج كومبليت بتساوي ايه؟ الاكشوال ديوريشن، الاكشوال ديوريشن حضرتك هتلاقيها هنا اكيد، الاكشوال ديوريشن مضروبه في مقسومه على عفوا الاد كومبليشن، اد كومبليشن ديوريشن، وبتعمل تشينج عندك لل التشينج دوت الجلوبال تشينج ده حضرتك بتغيره، فهو بيطلع لك الفيزيكال بناء على الكلام ده وبناء على اتفاقك مع الاستشاري انت حضرتك بتعمل. تمام وضحت النقطة بتاعت الفيزيكال؟ ممتاز، وضحت يا مهندس علي اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الأول؟ ممتاز. طب نراجع على السريع اللي احنا قلناه في الريفيو، قلنا حضرتك البرفورمانس، احنا خلاص اتكلمنا على البلاند اللي هي السكيدول برسنتج كومبليت، اتكلمنا على البرفورمانس وقلنا حضرتك ان البرفورمانس دلوقتي هتبقى مستوعب تماما الشكل دوت قدامك. البرفورمانس حضرتك بيجي من 5 حاجات، يا اما اكتيفيتي برسنتج كومبليت، يا اما دبليو بي اس مايلستون، يا اما 0 على 100 او 50 على 50، يا اما كاست برسنتج كومبليت. الثلاثه دول ما فيهمش اي مشاكل. ديت حضرتك الدبليو مايلستون بتدخل ستيبس وبتعمل لها وزن، بيجمع هو الوزن وبيقسم اللي اتعمل له كومبليت على الوزن بيطلع لك البرسنتج كومبليت. 0 100 شرحناها، 50 50 الكاستم شرحناها. الاكتيفيتي برسنتج كومبليت بتتقسم ل3 حاجات، ديوريشن يونتس فيزيكال، والفيزيكال دوت بقدر ادخله مانيوال او عن طريق الاكتيفيتي ستيبس برسنتج كومبليت، وبرضه بعملها زي الدبليو بي اس مايل ستون بالظبط، انها بتعمل بتبقى عباره عن لسته باوزان بيقسم لي الكومبليتد على مجموع الاوزان. خلاص في حاجه زياده حضرتك احنا خدناها اللي اسمها الكوست برسنتج كومبليت، وقلت لك ان دي ملهاش علاقه بالبرفورمانس، البرفورمانس اللي بيطلعه بس اللي قدام حضرتك خلاص.
اللي بيحسب بيه الايرنت فاليو. غير كده هو بيبقى عندك زياده، بيبقى عند حضرتك زياده معلومات او كولومز تقدر تطلعها عندك. طيب عندنا انواع البرسنتج كومبليت اللي احنا خدناها، خدنا اول حاجه السكادجول برسنتج كومبليت، وقلنا ان دوت بيمثل بلان، وخدنا تحت البرفورمانس حاجات كتيره جدا، اتكلمنا على البرفورمانس برسنتج كومبليت، ودوت دايما هيساوي يا الديوريشن يا اليونتس يا الفيزيكال. خلاص تحتيه في حاجه عندي اسمها الدبليو بي اس مايلستون برسنتج كومبليت، الاكتيفيتي برسنتج كومبليت عباره عن الديوريشن او اليونتس او الفيزيكال، والديوريشن ديت تحتها الديوريشن اوف اوريجينال، اتكلمنا ان هي ديت بيقارن الاكشوال ديوريشن بالبيز لاين ديوريشن، واتكلمنا على اليونت برسنتج كومبليت، وقلنا ان في منها الليبر يونتس والنون ليبر يونتس، بس الماتيريال والاكسبنسز ما بتخشش معايا الا في الكوست. الفيزيكال برسنتج كومبليت مرتبطه يا اما مانيوال يا اما بالاكتيفيتي ستيبس. الكوست بيرفورمانس كوست برسنتج كومبليت عندي للليبر وعندي للنون ليبر والماتيريال والاكسبنسز، والتوتال كوست برسنتج اوف بادجت، وده اللي بيقارن بيه بالاكشوال كوست بالبيز لاين كوست. تمام في شكل ظاهر كده اهوت، انا عايز بس بالراحه الناس تستوعب معايا الشكل ده حضرتك موجود عندك خلاص، وممكن واخده من واحد كان شارح الكلام دوت بالتفصيل خلاص. عجبني جدا الفكره بتاعته، هو هنا يعني بمنتهى البساطه مقسم الكولومز الرئيسيه من على اليمين دي البلاند فاليوز بتاعتك خلاص، وعلى اليسار الكولوم الكبير دوت ده الاكشوال او الايرند فاليو، وبيقول لحضرتك ان المشروع اول حاجه عندك مرحله البروجكت هي الافقيه اول واحده، بعد كده الدبليو بي اس دي تاني واحده، الاكتيفيتي ثالث واحده، رابع واحده الستيبس، والاخيره وعند حضرتك اثنين بيعملوا لك اساينمنت للكوست، الاساينمنت اللي هي بتاعت الليبر والنون ليبر والماتيريال، والاكسبنسز بتاعتك التكاليف الغير مباشره. خلاص لو جينا اتكلمنا على البلان، قلنا ان احنا بندخل كوست بروفايل هنا، يعني هنا حضرتك بتدخل كوست وبتدخل اساينمنت، بيطلع معاك على الكوست بروفايل دايركت بتاع الاكتيفيتي، ومنه بيطلع البلاند فاليو بتاعت الاكتيفيتي، ومنها البلاند فاليو بتاعت البي بي اس، ومنها البلاند فاليو بتاعت البروجكت، وهما الاثنين دول حاطين اللي محسوبين بالكوست، وبناء على البلاند فاليو دي بيحسب السكادجول برسنتج كومبليت على مستوى الدبليو بي اس، والسكادجول برسنتج كومبليت على مستوى البروجكت. اما في حاله السكادجول برسنتج كومبليت حضرتك بيقارن الداتا دي بالبيز لاين بتاعك، وبيطلع لك السكادجول برسنتج كومبليت على مستوى الاكتيفيتي. طيب لو جينا اتكلمنا على البرفورمانس عند حضرتك على مستوى البروجكت عندك بيرفورمانس، على مستوى الدبليو بي اس عندك بيرفورمانس، على مستوى الاكتيفيتي الاول عندك بيرفورمانس. البرفورمانس ده حضرتك ممكن تحدده ميسنج اللي موجوده في الدبليو بي اس اللي هو التاب بتاع الايرنت فاليو، وحضرتك يا بتختار 0 100 يا 50 50 يا كاستم برسنتج كومبليت، وده بناء على الاكشوال ستارت والاكشوال فينش بتاع الاكتيفيتي. اي اس اي اف اكشوال ستارت والاكشوال فينش بتاع الاكتيفيتي، ستارت 0 فينش 100% خلاص. وعندك على مستوى الدبليو بي اس في الدبليو بي اس مايلستون، وتخش عندك حضرتك لو اخترتها وبتروح تديك البرسنت البرفورمانس بتاع ال WBS والبرفورمانس بتاع الاكتيفيتي بتاعك. طيب حضرتك عندك لو اخترت ما اخترتش الاربعه دول واخترت الاكتيفيتي برسنتج كومبليت، حضرتك ليها علاقه مرتبطه اساسا بالتايب بتاع البرسنتج كومبليت دوت، وحضرتك بتختار التايب ده، احنا واقعين هنا اهوت في الاكتيفيتي، بتختار التايب دوت على مستوى الاكتيفيتي يا اما فيزيكال يا اما ديوريشن يا اما يونتس. لو حضرتك ديوريشن يبقى بياخد الاوريجينال ديوريشن مع الريمين ديوريشن، وبيحسب لي الديوريشن بتاعتي، وبتروح على الاكتيفيتي، وبرضه بترتبط بالكيرفات عندي، واساسي ان حضرتك بتختارها برضه من السيتنج الموجوده في الدبليو بي اس، وبتروح عندك على البرفورمانس، وكذلك بتاع عفوا الستبس برسنتج كومبليت حضرتك بتختارها من السيتنج بتاعت البروجكت خلاص. هو يعني الشكل ده فلو شارت اكتر منه
حاجه تفصيليه علشان حضرتك تبقى عارف السيتنج اللي حضرتك بتختار منها الاوبشن ده موجوده فين. يعني الاوبشن بتاع الاكتيفيتي على سبيل المثال الاكتيفيتي تايب حضرتك بتختاره من مستوى الاكتيفيتي، اما الاوبشن حضرتك بتاع ال 0 100 او ال 50 50 السيتنج ده انت بتختاره من الدبليو بي اس. المانيوالي انتر او الستبس برسنتج كومبليت حضرتك بتختار السيتنج ديت من البروجكت، لازم حضرتك تبقى عارف السيتنج بتاعتك فين عشان تختار من هناك وايه اللي بيأثر عندك. يعني مثلا زي اليونتس بتأثر عندي الاكشوال يونت والريميننج يونت برضه للاكسبنسز وللاساينمنت بتاعتي، الكوست بتاعي بيروح على اليونت وبيتجمع بعد كده وبيديني البرفورمانس برسنتج كومبليت. دي القصة كلها بتاعة البرسنتج كومبليت. حضرتك تاني انا هعيد الكلام، لازم تبقى حضرتك عارف تماما وحافظه في دماغك ايرنت فاليو، الكولومز المهمة بتاعة الايرنت فاليو كلها، اكشوال كوست بلاند كوست او بلاند فاليو والايرنت فاليو مع البرسنتج كومبليت. البرسنتج كومبليت مهمه جدا 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 لفهمك للموضوع خلاص، لان حضرتك ممكن حضرتك استشاري جاي لك برنامج زمني تراجعه او حضرتك مطلوب منك تناقش مع حد ايه الكولومز او ايه البرسنتج حضرتك اللي هتحطها في المشروع بتاعك او في الريبورت الويكلي او المانثلي او اي ريبورت عندك، فلازم حضرتك تبقى عارف طرق حسابها ازاي. لو ظهرت عندك حاجه بصفر وظهر عندك رقم مش منطقي حضرتك تقدر تشوف ايه الارقام المنطقية وايه الارقام اللي مش منطقية علشان تبقى حضرتك عارف ايه اللي بيتحط في الريبورتات. حد عنده اي سؤال او استفسار على ال percentage complete؟ مهندس يسري، طب دقيقة مهندس يسري خلينا نتكلم في البرسنتج الأول وأشرح لك يعني إيه البوست باك لود. معلش يا مهندس وليد، هي طبعا أنا فصلتها، أنا كنت هشرح الإيرنت فاليو والكلام دوت في حصة واحدة يعني، بس فصلتها علشان يبقى إيه، بس هم مرتبطين ببعض فهم لازم يبقوا الاتنين مع بعض. هي على قد يعني أنا يعني مش مطلوب منك إن أنت تحفظ، بس تبقى عارف ويبقى عندك مرجع. انا عندي ان شاء الله هحاول ابعت لكم حاجه ملخص بسيط جدا جدا للقيم دي عشان تبقى عندك مرجع. انت مش مطلوب ان انت تحفظ المعادلات صم يعني، انا مش بقول لحضرتك كده، بس يبقى عندك مرجع. ممكن حضرتك ورقه صغيره كده وتبقى معاك في درج المكتب، اه حضرتك بتراجع دي عباره عن ايه، بيحسبها ازاي علشان تبقى العمليه منطقيه قدام. تمام، حد عنده اي سؤال او استفسار في البرسنتج كومبليت؟ إن شاء الله مش في. طيب أنا هوري بس على السريع كده هوت النقطة بتاعة الباك لودد. إحنا اتكلمنا قبل كده مش مهندس، لو حضرتك راجعت المحاضرة بتاعة الريسورس، محاضرة دسمة جدا جدا يمكن أكتر من دي بكتير. حضرتك لما تيجي بتعمل الريسورس في حاجة عندنا اسمها الكيرف بتاعنا خلاص، بتقدر تظهره هنا هوت من رايت كليك على التيبل كاستمايز كولومز، وحضرتك ممكن كنترول فايند تدور على الكيرف بتاعنا وتحط الكيرف. والكيرف ده عبارة عن خلاص عبارة عن توزيع، احنا اتفقنا ان اي ريسورس احنا بنحطها البرنامج بيوزعها توزيع يونيفورمال على الديوريشن بتاعت الاكتيفيتي. فلو حضرتك عندك مفيش توزيع او التوزيع ده اليونيفورمال ده مش مقنع حضرتك، معلش عشان بس بيعمل على اكتيفيتي اكشوال منتهي طبعا مش هيقبل. فحضرتك الكيرف دوت حضرتك ممكن تعمل اساين للكيرف دوت زي ما انت عايز. فعندنا حاجه اسمها الباك لودد وعندنا حاجه اسمها الفرونت لودد. حضرتك يفضل تراجع المحاضره بتاعت الريسورس، اول محاضره احنا شارحين فيها الكلام ده كله بالتفصيل. غيره حد عنده اي سؤال او استفسار؟ حد من اللي بعت لي على
على الفيسبوك او الايميل اسئله موجود معانا النهارده. ربنا يخليك يا مهندس سعيد، معلش انا كنت بمر بظروف صعبه جدا الاسبوع اللي فات ده وما كنتش فاضي جدا والله، يعني ظروف ضغط شغل وظروف شخصيه يعني، فمعلش اعذروني انا ما قدرتش ارد على الناس والله. مهندس وليد انا فاكر واعتذرت لحضرتك، ربنا يخليك. مهندس وليد اتفضل سؤالك وانا هجاوب على سؤالك. الله يخليك، اتفضل مهندس علي برضه اتفضل سؤالك يا فندم. ربنا يخليك يا مهندس مصطفى، انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا احط المعلومات كلها تبقى مرتبطه مع بعض في محاضره واحده عشان حضرتك تقدر تعمل داونلود للمحاضره دي وتبقى عندك مرجع. We used planned percentage not as casual percentage. طب ال planned percentage دي بتاخدها ايه يا باشمهندس؟ مفيش حاجه عندنا اسمها planned. البرسنتج كومبليت اللي انا فتحتها حضرتك كلها اللي في برنامج البرمافيرا اهم، لو فتحنا تاني كولومز ادي خانه البرسنتج كومبليت اهم، ده كله البرسنتج كومبليت. لو طلعت دول مفيش عندي هنا هو بلاند برسنتج كومبليت تايب بيرفورمانس فيزيكال. مهندس وليد راجع بقى اللي احنا قلناه النهارده، حضرتك مختار البرسنتج كومبليت ايه؟ البرسنتج كومبليت حضرتك بتاعت البرفورمانس محطوطه ولا محطوطه بايه حضرتك؟ يعني في معاملات كتير، يعني ليه دايما القيمه المكتسبه طالعه زي القيمه المخطط ليها؟ لا حضرتك تابع بقى، حضرتك راجع البرسنتج، راجع حضرتك البرفورمانس بتساوي ايه؟ كل حاجه. فلو حضرتك ممكن بي دي اف ابعت لي الملف وانا ابقى ابص عليه. برضه مش فاهم قصد حضرتك يا مهندس علي، انت قعدت تتكلم عن النقطه دي الاول برضه للاسف مش فاهم، مش عارف لو حضرتك توضح اكتر انا هكون معاكي. مفيش مشكلة حضرتك، حضرتك ممكن تتكلم في الكلاس دلوقتي، أنا ما عنديش مشكلة هعمل ستوب شيرينج. حد عنده أي استفسار بالنسبة طيب يا مهندس مصطفى؟ أنا هعمل ستوب شيرينج بس خلاص. حضرتك بتطلع السكيدجول برسنتج كومبليت خلاص بناء على انت كان المفروض تعمل ايه النهارده بناء على البيز لاين. انت كان المفروض ان احنا بقينا النهارده خلاص، انت كان المفروض تعمل ايه النهارده؟ السكيدجول برسنتج كومبليت. انت عملت ايه؟ البرفورمانس برسنتج كومبليت. وصلت؟ يعني انت بتتكلم النهارده فبتتكلم على بيز لاين، فبتقارن الداتا دي بالبيز لاين، فبيطلع لك النهارده انت عايز ايه؟ النهارده انت كان المفروض تبقى 20% 20%، انت منفذ 10%. وصلت يا مهندس مصطفى؟ مهندس علي لو عند حضرتك استعداد تشارك بالصوت توضح لنا نقطة، توضح لنا وجهة نظرك لو تسمح، ارفع ايدك بس رايز هاند علشان افتح لك المايك. تفضل يا مهندس علي المايك معاك.
قلعه للمايك علشان يشتغل عند حضرتك. وانت ساعدني تاني مرة، حضرتك لازم تعمل الاو من السيتنج اللي فوق على اليمين، خلاص بتضغط السهم اللي تحت خلاص، وبتعمل ديفايس سيتنج وبتعمل الاو للمايك. طيب عبد المهندس علي يفتح المايك، في حد عنده اي سؤال او استفسار في برنامج البريمافيرا عامة؟ مهندس سعيد لو تكرمت بس مساعدة للمهندس علي أوضح له دي. معلش يا مهندس حسن، طب دقيقة واحدة، حد عنده أي سؤال يا جماعة أو استفسار على برنامج المرمافيرا؟ كله تمام، مفيش أي أسئلة، مفيش أي استفسارات؟ عايزين تبقى متسجلة معانا على نهاية المحاضرة. كله تمام، مفيش مشاكل؟ ممتاز، بسم الله ما شاء الله، الناس طالعة فاهمة يعني بنسبة كام النهاردة في المية؟ المهندس محمد يعني بسم الله ما شاء الله، المحاضرة اللي فاتت اترفعت الجمعة الصبح. مهندس وليد 75%. طيب لا، لما تراجع كده الفيديو قول لي وصلت لكام في المية. بسم الله ما شاء الله، مهندس مصطفى 100%، ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يبارك لكم. دي بقى ال 75 ولا ال 80%، دي الايرنت فاليو ولا البلانت فاليو؟ ده المكتسب طبعا يا مهندس، مظبوط. طيب خلاص كده، ما دام الناس ما عندهاش اي استفسار مفيش مشكله. اتفضل يا مهندس محمد، اقفل التسجيل مفيش مشاكل، وهنكمل مع الناس ال 10 دقايق الباقيه ديت، نشوف وجهه نظر مهندس علي. مهندس علي انت لسه معانا ولا؟ مهندس علي،